السلام عليكم كديريني احلى متتبعين، لاباس عليكم؟ بخير مزيان، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده يا رب العالمين. فيديو جديد في القناه، واخا تنحط لكم فيديوهات معطلين ولكن التفاعل ديالكم لوز 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 لوز. كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم للقناه، شكرا لكم بزاف على التعليق ديالكم. مرحبا بالناس اللي كيجيو المحل، مرحبا بالجاليه المغربيه اللي كيصيفطوا العائلات ديالهم كيجيو كيتقداو. كنقول لكم مرحبا و100 الف مرحبا، ونبداو على بركه الله. اللي باقي ما دارش لايك هبطي اختي ديري لايك، هبطي ديري لايك، اش غادي تخسري ديري لايك. لايكات راه ما كنتخلصوش عليهم، لايكات كيدعموا اول حاجه. بعدا انايا كنكون موتيفي معكم، كنبغي نحط لكم ديما الجديد، هذه اول حاجه. ثاني حاجه لايكات كيساعدوا بالفيديو باش كينتشر وكيطلع عند الناس واحد اخرين اللي ما طالعش عندهم الفيديو. يلا اللي باقي ما دارش لايك هبط اختي دابا يدير لايك، ونجيو نكملوا الفيديو. البنات اللي كيسولوا على العطور ديال افو اوريفلام، انا غادي نشارك معكم واحد التشكيله اللي عندي في المحل. ولكن البنات اللي غادي يسولوني ملكه شنو احسن، واش عطور ديال افو اوريفلام ولا العطور ديال ميزو الهمبرا والعطور ديال لاطافه؟ بالنسبه للافو اوريفلام حتى هما زوينين، ولكن الا بغيتو ذوقي انايا وكتثقوا في ذوقي، عطور ديال لاطافه والعطور ديال ميزو الهمبرا العطور الفرنسيه راكم كتشوفوا، راه ما شاء الله السلعه كلها تباعت. هادو يلا تحطوا ديال ماي واي اللي صعب يلا تحطات، هادو ديال ايدور وهادشي كلشي راه تباع، بقات فيهم غير حبه زوج حبه زوج. السلعه ما شاء الله راها داخله. البنات اللي كيسولوا لاميره العرب، السلعه ما شاء الله راها داخله كيف ما كتشوفوا. راني لقيتوني دابا جالسه كنستف وقلت والو غادي ندير لكم هذا الفيديو هذا دغيا وعاد غادي نكملوا. البنات اللي غادي يسولوا على عطر يارا، البنات اللي كيسولوا على يارا راها دخلات، البنات اللي كيسولوا على ديليلا راها دخلات، البنات اللي كيسولوا على موصوف دخل. المهم ليبرا ديليلا عطر اسد وشواشة، البنات اللي كيسولوا على وشواشة راها موجوده في المحل. المهم نبداو على بركه الله نخليو هذا الفيديو فقط الافو اوريفلام. نبداو باول شكل لوف بوشن، كاينه الكحله وكاينه الذهبي الكرونه او الحمراء ديالتها كيف ما كتشوفوا، والثمن ديالها 120 درهم حاليا البنات. ها هي 120 درهم، كاينه الحمراء وكاينه الكحله ديالتها. واحد السيد وواحد البنت ديما كيخليو ليا، ماشي ديما السيد يلا البارح باش خلى ليا تعليق، واحد البنيته شي ثلاثه المرات تتقول لي ملكه راه الصوره ما واضحهش مزيان، ومني كنقرب المنتوج ما كيكونش واضح. البنات راه ماشي مني انايا، المحل تبارك الله راه فيه الاضاءه وكلشي، ولكن المشكل في هذا المشقوف اللي قدامي التليفون هو مناش. ان شاء الله غادي ناخذ شي حاجه اللي تكون زوينه والكاليتي ديالها زوينه، وان شاء الله غاتجيكم الصوره واضحه ان شاء الله في هذا الشهر. ان شاء الله غادي ندور ناخذ اختي غناخذ شي تليفون يكون زويول اللي غير ندير هكايا هي هو راسو يزوم لي على البرودوي يكونوا هانيين. ان شاء الله راني كنفكر في هذه المساله هذه، راكم عارفين التليفون لا بغيتو شي حاجه زوينه راه كيكون الثمن. ان شاء الله صبروا معايا غير شي اسابيع، ماشي ايام، شي اسابيع وغادي ناخذ تليفون يكون زويون باش نعطيكم هكايا كاليتي في الصور اللي يكونوا زوينين ويجي كلشي واضح. وسمحوا لي على التوقيت اللي وليت كنحط لكم شويه معطل، راه ما كيكفينيش الوقت، راه دابا حاليا شي 10 ديال الليل يلا ساليت هو النهار كيكون عندي المحل عامر. هاد الوقيته اللي تيكون شويه مرخوف كنفضل نصور لكم فيديو، اللهم نديرو فهاد الوقيته ولا ندير بلاش. المهم لوف بوشن كاينه الكحله وكاينه الكرونه، والثمن ديالها 120 درهم البنات. ندوزو بالنسبه لوف بوشن شحال فيها من ميل، فيها 50 ميل البنات. بالنسبه لتوداي تومورو الوايز بالنسبه للميل شحال فيها من ميل، ضروري خاصني نقول لكم الميل حيت راه ماشي كلهم نفس الميل. هذه فيها 50 ميل والثمن ديالها 100 درهم البنات. ها هي توداي، البنات اللي كيعرفوا توداي راه ديجا مستعملينها، الثمن ديالها 100 درهم البنات حاليا في المحل. ندوزو البوسيس، البنات اللي كيسولوا على البوسيس هي راه موجوده في المحل. راكم عارفين البنات اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو، راكم عارفين افو اوريفلام مره السلعه طالعه مره هابطه، الا كانت برومو راه تكون سلعه ناقصه، الثمن راه ماشي فيكس. اليوم بهذا الثمن غدا غادي الشهر الجاي غتلقاو ثمن واحد اخر، والشهر الاخر غتلقاو بثمن واحد اخر. بالنسبه للبوسيس هي راها موجوده والثمن ديالها حاليا 180 درهم. بالنسبه للميل فيها 50 ميل البنات. بالنسبه العطر ديال امبر او عنبر في اليكسير من اوريفلام، بالنسبه لهادو ما قلتش انا يمناش الزربه يا ملكه الزربه، بالنسبه لهادو من اوريفلام ياكو، بالنسبه للبوسيس من اوريفلام، بالنسبه لتوداي
ما دايرينش، ما عرفتش واش اوريفلام ولا افون. المهم وحده من هاد الزوج. بالنسبه للبوسيس من اوريفلام عندكم جيورداني معروفه من اوريفلام، هذه جيورداني جولد ايسينزا، هذه راها معروفه حتى هي فيها 50 ميل والثمن ديالها 180 درهم. البنات البنات اللي بغات اي حاجه راني كنذكر الاسم، غتدخلي غير لجوجل طابي الاسم وغادي يطلع لك الصوره ديال العطر واضح. بالنسبه لجيورداني هذه جولد ايسينزا الثمن ديالها 180 درهم. كاينه هاد جورداني هادي، وكاينه ميس جورداني من اوريفلام وحتى هي فيها 50 ميل، ميس جورداني 130 درهم البنات، هادي 130 درهم وجورداني ايسينزا 180 درهم. ندوزو للعنبر او امبر اليكسير من اوريفلام وحتى هي فيها 50 ميل والثمن ديالها 120 درهم البنات، هادي 120 درهم فيها 50 ميل. بلاتي نحط هادو حيت غادي يطيحو. بالنسبه للدراري كاينه سيغناتور او سينياتور مان من اوريفلام وحتى هي فيها نشوف لكم شحال من ميل، فيها 75 ميل، هذه فيها 75 ميل للرجال، الثمن ديالها 130 درهم حاليا في المحل. بالنسبه الا بغيتي شي حاجه ناقصه كاين هادو فيهم برومو فراواي اورورا اللي هي الموف، الثمن ديالها 80 درهم، كاينه في هذا الشكل هذا. وكاينه بلاتي كاينه هادي فين هي الاخرى، ما عقلتش فين حطيت الاخرى. كاينه هادي وكاينه هادي، كاينه الحمراء ديالتها هي فراواي الرويال، هادو من شركه ديال افون. وبالنسبه للميل فيهم فيهم 50 ميل، هادو فيهم 50 ميل، كاينه فراواي رويال وكاينه هاد الموف هادي، والثمن ديالهم 80 درهم، 1600 درهم الله غلا على مسكينه هما 80 درهم. بالنسبه للعطور ديال اوريفلام وافراكم عارفين راه ما فيهمش الكوبي، هاد راه كلهم اوريجينال. البنات اللي كياخذوا العطور الصغار الحجم الصغير اللي فيهم 30 ميل البنات، هادو فيهم 30 ميل بلاتي باش نتاكد فيهم 30 ميل. كاينه ليتل بلاك دريس، كاينه ان كونديسونس، وكاينه فراوال. بالنسبه لهادو ثلاثه بهم ديال افون كيف ما كتشوفوا، هاد راه معروفين ب 60 درهم 50 درهم 55 درهم، حنا راه كنبيعهم ب 40 درهم البنات، هادو ب 40 درهم، ما كنحسبش بالثمن ديال الكتالوج في المنتوجات كلهم باش تكونوا عارفين. بالنسبه كاينه هاد الزوج هادو افون سيريال ايسلاند، وهادي سيريال شنو كي ولا ما عرفتش سميتها. المهم هادو الثمن ديالهم 80 درهم، عندهم شي اسامي مشكلين ما. المهم بالنسبه للميل انا نقول لكم شحال فيهم، فيهم 75 ميل، هادو فيهم 75 ميل، حتى هما ريحتهم زوينه حتى هما الثبات ديالهم راه زوين، الثمن ديالهم 80 درهم، هادو راهم غير برومو، الثمن ديالهم 80 درهم من افون وفيهم 75 ميل. بالنسبه سيليبر عطر سيليبر من شركه ديال افون وفيه 50 ميل، الثمن ديالو ب 75 درهم البنات، هذا الثمن ديالو 75 درهم من شركه ديال افون. انا غنوري لكم لداخل حيت هذا ما كيجيش مسدود كيف ما كتشوفوا هالشكل ديالو، هادو ما كيجيوش مسدودين، سيليبر ما كتجيش مسدوده كتجي محلوله البنات اللي غادي كومونديوها. بالنسبه كاين عطر لوك او لاك كل واحد شنو كيفاش كينطقوا من شركه ديال افون. بالنسبه للميل فيه 50 ميل والثمن ديالو 130 درهم في العوض ديال 180 درهم، هذا الثمن ديالو 130 درهم البنات، عطر لوك او لاك كل واحد شنو كيفاش كينطقوا. كاينه ان كونديسونس لوتس، هذه الثمن ديالها 100 درهم البنات، وبالنسبه للميل فيها 50 ميل. ان كونديسونس لوتس والثمن ديالها 100 درهم، وكاينه اللي اكثر طلبا هي هذه الصفراء ان كونديسونس من شركه ديال افون. بالنسبه لهذه العطر حتى هو فيه 50 ميل، ولكن المجموع هو والكريم 150 ميل كيف ما كتشوفوا، كيجي مع الكريم ديالو باك، الثمن ديالو 120 درهم، هذا مع الكريم مع العطر الحجم 50 ميل ديال العطر ب 120 درهم، وكاين هذا الحجم هذا بوحديتو ب 100 درهم. بالنسبه للكريم بوحديتو كيدير 40 درهم، ناقصكم هذا الباك هذا ناقصكم 20 درهم. ماذا تريدين؟ المهم سمحوا لي البنات الا كنت كنقطع راه كيدخل شي حد ضروري خاص يقطع، راه دابا غير باش قطعته عاود رجعت راه تقريبا شي ساعه ونص. نكملوا بالنسبه للجولد غاغ، ها هي راه كاينه اللي في الذهبي
وكاينه اللي في الموف، والثمن ديالهم 80 درهم البنات من شركه ديال افون. كيف ما كتشوفوا كاينه الموف وكاينه الذهبيه، الثمن ديالهم 80 درهم. بالنسبه للميل فيهم 50 ميل البنات. بالنسبه للوك ديال الدراري الثمن ديالها 90 درهم البنات، والثمن وبالنسبه للميل فيها 75 ميل. ها هي كنتمنى تكون واضحه مزيان. هذه لوك ديال الدراري الثمن ديالها 80 درهم وفيها 75 ميل. بالنسبه ليفين ايدول من شركه ديال اوريفلام كاينه موجوده فيها 50 ميل، واخا تبان لكم هكا طويله راه فيها غير 50 ميل، والثمن ديالها 120 درهم. كاينه جيورداني جولد بالنسبه للميل فيها 50 ميل من شركه ديال اوريفلام، كنتمنى تكون واضحه هنايا، والثمن ديالها 130 درهم البنات. كاينه جيورداني جولد الثمن ديالها 130 درهم، وكيف ما قلت لكم الثمن راه ماشي فيكس كل شهر وبشحال كتخرج السلعه. بالنسبه لانيغما ديال اوريفلام فيها 50 ميل والثمن ديالها 120 درهم. بالنسبه لانيغما ديال شركه ديال اوريفلام فيها 50 ميل والثمن ديالها 120 درهم. بالنسبه للعطر ديال تومورو توداي فور هيم بالنسبه للميل شحال فيها من ميل، شحال فيها من ميل، فيها 75 ميل والثمن ديالها 100 درهم. ها هي تومورو توداي ديال الدراري الثمن ديالها 100 درهم وفيها 75 ميل. بالنسبه للالوايس اللي هي ديال توداي تومورو الوايس من شركه ديال افون فيها غنقول لكم شحال فيها 50 ميل، فيها 50 ميل والثمن ديالها 100 درهم. بالنسبه الايكلا امور بالنسبه ديال اوريفلام وفيها 50 ميل. بالنسبه الايكلا امور فيها 50 ميل الثمن ديالها 100 درهم البنات. ها هي الثمن ديالها 100 درهم. بالنسبه اسمح لي واحد دقيقه وانا معك دقيقه بالنسبه لايكلات توجور حيت راه مشى الحال البنات، مشى الحال ايكلات توجور. بالنسبه ملي تنقول شي واحد دقيقه راه ماشي اي واحد كنقولها لي، من غير اللي كنعرف اللي كيجي عندي ديما المحل، وما تيتقلقوش اي باش تكونوا عارفين، حيت كاين اللي غادي يجي غيقول لي لا هذاك ماشي تعامل ولا لا، بالعكس كناخذوها بالضحك وبالتقشاب وباللعب. بالنسبه لايكلات توجور من شركه ديال اوريفلام بالنسبه للميل فيها 75 ميل. هذه ايكلا توجور فيها 75 ميل الثمن ديالها 100 درهم البنات والدراري 100 درهم. بالنسبه ليتل بلاك دريس اللي باقا عندي في المحل، باقا عندي الحجم ديال 50 ميل. هذه فيها الحجم ديالها فيها 50 ميل الثمن ديالها 90 درهم. ليتل بلاك دريس هادو هما العطور اللي عندي ديال افو اوريفلام. كنتمنى الفيديو يعجبكم ونكون خفيفه ظريفه عليكم. اللي باقي ما دارش لايك تهبط دابا دير لايك، اللي باقي ما اشتركش تهبط تشترك في القناه، ترقبوا فيديو ديال غدا غادي يكون مطرطق 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 ان شاء الله. يلا بالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وبارطاجيو هذا الفيديو هذا والبنيته اللي تعطلت عليها بهذا الفيديو هذا حيت كنت وعدتها شحال من مره. ها انا حطيت اختي تحت الطلب ديالك. اكبر بوسه ليكم، السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.